1942 مؤمر قادافي عند إيروبا ويانا قطعتر باسرازت انعرباه لتامت مهرت بز اديورات بليبيا مسراق او يبهرت عرفاق كبابي بسيرت برحاق تأجأ يبربر زرية قالات جونا يكبتن قاديوش كوهنو عربو لاجوشو تولده سدس لجوش جالواتشو سيهون مؤمر قادافي بچن يالجاتشو نبر سلزيهم ኮላጆቹ እና ከህቶቹ ከፍተኛ ፍቅርና እንክብካቤን ያገኘ ነበር ያደገው ጣሊያን ሊቢያን ቀኝ በገዛች በተቆጣጠረች ጊዜ አያቱ በጦርነት ሲሞቱ አባቱ ቆስለዋል ይህም ላብዮተኛው ጋዳፊ ጥሩ መሰረትን ጥሎለታል ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ሊቢያ ለፈረንሳይና እንግሊዝ ተሰጠች በ1951 ነጻነቷን ካገኘች በኋላ አገሪቱ የምትመራው በንጉሳዊ አገዛዝ በንጉስ እድሪስ አንደኛ ነበር ይህ ንጉስ ለምዕራባውያን ህግ ታማኝ ሆኖ የቀጠለ ነው የእንግሊዝን ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ፍላጎቶችንም ይደግፍ ነበር በ1959 በድህነት ተርታ በምትመደበው ሊቢያ ውስጥ ከፍተኛ የነዳጅ ሀብት መገኘቱ ሀገሪቱ ከሀብታም ሀገሮች ተርታ እንድትመደብ መልካም አጋጣሚን የፈጠረ ነበር ነገር ግን ነዳጅ የማውጣቱን ስርዓት የተቆጣጠረው የውጪ ነዳጅ አምራች ኩባንያ በመሆኑ ዋጋውንም ስለተቆጣጠሩት ከራሳቸው የሀገር ውስጥ ሸማቾች ጥቅምና ከመንግስት ገቢ እኩል ፐርሰንት ተጠቃሚ ሆነዋል የንጉስ እድሪስ አንደኛ መንግስት የአሜሪካ ያየር መሰረት እንዲገነባ ለመፍቀድ ከአሜሪካ መንግስት በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ተቀብሏል ባጭሩ የሙአመር ጋዳፊዋ ሊቢያ የታሪክ አነሳስ ይህን ይመስል ነበር مؤمر قادافي ادميو زدعينا أسر سيهون أباتو لمجمريا جيزي باقراب بياتشو بمتقنيونا سباتشي يميت أقونواريو جبالو بات كتما يقورا أنت مرتبيتاس قبو باسرارات تامتو بيتسابوچو ودفيزان تزاورو بسبهاي مسنادو تمرتبيت تمرتوني يتكتات تلا باللبت وقت يك أدمو يقبس أمري جمال عبد الناصر بپان عربي زمزوريا يميك أسك سوتن كسك أسعنا ملكت لوت أتو مؤمر قادافي ينك أسك أسيو مجمري هون اللت يقبس أمري جمال عبد الناصر بكايرو ريديو بتدقا قامي يميا درقو يعربو جن عندنت يميا تناكرونا يمي إراباو يانن إمبرياليزم يميان قاششو نققروتشن بمادمت انا بوستو بمانور لغمال عبد الناصر ملكت افاد اي ملاش بمستقت مؤمر قادافي ابيوتاوي حسابو جننا فلسفن ناوچلاي تكورتو نادرق قادافي اسرا سبات تامت سيهونو بليبيا ابيوتن يممرات الموسي جمر يباتريك لومون باموت انديهم يفرنسا يوتوميك بوم بمكران بمكاوم يتكاو مو سلاماوي سلفوچن بممرات نبر ببولاتيكاوي انك اسك اسيوم كمي ماربت كسبها تمرتبت تبارر كزام بميسراتا تمرتون كات اناقك ابوالا يسوينت استساسب كمي الرامدو تكيت سبسبوچكار باسرازت انسلسارات ودو التادراوي اقادامي تكالاقلو ببنغازي يونيورستي اندى تاريك الناجوغرافيا اللوتن يترفقيزي كورسوج تمروال هنوم بجيزيو من ماينت يدغري تمرت اندالات اناقك امي نگرال باكاداميوست بدمي لغفو يد اور مكوننوج تلك امنات نبرو تكراتوم برسو ادمي بالو ود اتو چلاي نبر انام يسب السب نز اي هنا ياندنت مكوننوج لارباندنت علامايا تكورة بودنن فتقرة بزيها اكاداميوست بركات تاوراتو چن كاسالفة بوهالا باسرازت اين سلسا سدست بملكت سلت انانا كورس ويم سيجنال تريلينج كورس تمرقوال كزام ببريتانياو رويالو التدراوي اكادامي بمقباتم بزوراتنا سالفوال
بسيه جيزي بفتنات بمادقلا يالو سراويت يمكاكلن يوم مدبابالات بنقوس الدريسان دنيا ويقات باكي بوليسوچلاي ممارر جمره. يتاليا يو تنتانيوچ نقوسونا منقستاتجو بموسنا ونجل تكسون دنبر هاگاريتو بتمهرت بدئنا بمهابراوي واستنا ودوهالاك الرنت مودقوانم ماستقاباتا جونك التالو. باسرازت أين سلسازت أين مؤمر قادا في الناقوات دنيوچو مفنق لمنقس لمادرق تزقاج ثونا بر. بسي هاقات عمي قادا في ينبرون يسدسا من تاترفت تدقمو هوني تاوچنا مجاچة. مقابيت أسرحولت أنقا فوانا تواقيوا يقبس موزيك أنيا أمو كارسوم بليبيا يمشت كونسرت نبرات. يليبيا وتاد دراوي حالا فيو جنة بولاتي كنيو جم كان نابيت سابو جاتشو بكونسرتو تاد دمو نبر. لتاوك او موزيك انيا كبر انديهم لبالة سلت آناتو هز آنات الناميستوج بمالت قادافي يابيوتون فنداتا لليلا جيزي استلالفو. كدكيت سامن تاد بوهلا ياجير مكلاكيا أسفلا جنتلي تكرت بادرقو سبسبا قادافي نادق قافيو جو توياييو. هنوم يقادافي دقافيوش تريبوليوست يالوتن أسفلاجي يسراويت كفلوش لمكوت أتر جنان دال تزقاجو تسمتواتشو نبر سلازي ارمجو أهونم تقوارد أه. بمج الرشام بمسكرماند أسرازت أين سلسازت أين قادافينا أبروتي نبروت مكوننوش بنقوسو لي مفنق لمنقست جمرو. السوم لهك من ناتور كنبر يون دمولتش يزاو دلقول حسن السينوسي بمسكرم هولت اندامي ناقس تاوجو نبر. كاسيك انبافيت بمسكرم عند لقولون باقو مصر كوسادو تبوهالا منم دم سايفاس مالتم قودا سايدرس قادا في ناقاروچو هاگاريتون تاقوت اتقارو. هي العلا وطلبت اعداء الشعب هي السفلة. ان الشعب الانجليزي يدرك تماما إن قاعدته ماتت في حيز العدم بعد ثورة الشعب الليبي. ونحن ندرك أيضا إن الشعب الأمريكي الذي يحتفظ بقاعدة فوق أرضنا. مؤمر قادافي سلت عليكوت أبو هلا بمجمريا يوسي دور مجا بإيكونوميو لاي يالون يوج أكالاتي بلينت مكوت أتر يهم يوجي وتدروج ملو لملو لك أنديوت أجمر نبر. بزيهم أمريكانوج بسني أسرازت إنسابا يويل سيأير مسارات اللق أوبوت وغيزي قادافيم كبريتش كوباني يوجغار يطور مساريا كونتراتولون أقوموال. هامنستشي ميهونو تاليانوج جنناي هودوج بليبيا ياللاتشو نبراتم تورسة. يليبيا النداج يمي فلقو ييد آليا منغستم ألتاق أوامم. بوجي زيقوج بوتا يأرب سبيشاليستوج تتكو. يوج بانكوش ببهيراوي تتكو. مانن يوم يمئرابوالم يزوف تمتوش كالدباباي تاقدو. يليبيا ينداج رياج ولوجن بتملكته نبارو ينقدول فتهاوي عيدلم. بزيهم مكنات كهاقريتو يبلد أتدك عميوشو يوج كوباني يوشناتشو بمالت أديس دردرد أيقه. هنوم كوباني يوشو أشافرين بمالتاتشو أمست شامتات يعني نداجي نورو هزبوش مبتاتشو لماستقبك تج أماري دكي تامتاتن يعني نداجي لنورون دميجلو يتناقرو مؤمر قادافي دردرو ود إتاما هونو ليبيا بنداج هابتوا يبلد اون درشات دكامي هونا يبلز أغج يمجمريو آتات داكي هاگر لمهم بكتالج. عرب بابرول بوم يتبالو يقادا في عبيوت تجمرة. يه عبيوت بريطانيا بنداج مسارة المات انفستمنتنا بوتا الدراوية ارسفروج اما كان ينت 100 مليون دولار اندتاد عدرقواتال. يامريكا بريزدانت ريشارد نيكسنغار نققرين ببرا بيهونم امريكا بقادا في عبيوت التقودات جمنا بر.
كليبيا ينداج هابت ترفا ماما هوني الجالوت يم اراباو يان كوباني يوج بزوم سايقويو بالم لا يالون كسك ازيوجن بغنز بمكوت اتر بريطانيا ان اميريكا بت امرت لم ارابو عالم تقم تاك اراني ناتشو يتبالوتن يغادافين تسارة امبرياليزم اكزاز ودان دلمامتات بفتنتوني تاوچن ماما جاجتاتشون جمرو اتسو يغادافي منغستم سوشاليست ايكونوميست استدادر اندي مسرت بممكر كومينيزمن ودك يادرغو بابزانيو املاك يلش سر مسرس سلالو مونونا يارب سوشاليزمن سرعات بمكتل كشري اغار بماسماماتنا بمكلز الكول سيتنيا داريوچنا يمشت كلابوچ يمساسلو تناغد بافريكا اند كوامين كروما جوليس نيريرينا كينيس كاوندا غادافي اسلمنان مسرات ادرغو انديت تغباراوي مادرك اندميتشال ك1975 اسك 1979 مكاكل باساتمو 3 طراز ارنغوادي مصحف يهبرت سبو ليور عينو بلو يامنبتن يپوليتيكا فلسفناو لماسفر بزو غيزيو نوسدوال يه 3 طراز ارنغواديو يغادافي مصحفم ليبياويان اندياناپوت عندهم بملاو تمرتبيتوش اندي ماروبت تدرقوال يليبيا عرب جماهرية تبلو يميت الرو يقادا في استدادر بحلاوي يدغتا كهيد نبرو يبالال بسلتان زمناتشو هلو كليلوش افريكاويان هاگروش گار سينناس اصارو بتمهرت تينا يإليتريك يهزب سراوش يمسارتاوي مقب دوكو ماوش لي تلق مهابراوي بروجكتوش يتجمّرو مهوناتشو بليبياويان أنوانوارلي لوت أمت أتوال بيبالللاتشو باندان دي ليبيازي قوش دمو تجد تسنزرو باتشوال لمسالي يقادافي منجس باوتاو هولت تتقابيوش بيتسابن ديكوونو لمردات أبارتمنتن ديگزو مجووني تامفت أرون تاكسوال هونو بهزبو زند أسل جينا بيروكراسياوي هيدت اندهونة كريتاوش تدمتوال سلاهونم بزو زيگوچ يهنهك لمكة تلال دفروم لماننن يوم يقادا في اقزاز بزا ببرهام ماقزات بملاو هاگريتو ويهام ببك ايهونيتا يالي چگريم ميادار سبتن پروژكت زرگتو بهولت تشيزت اي ليبيا يتالاق امساو سراش يونز پروژكت لمقنبات هيدت لأي مهونوان اساوك انبر يهننم تاقباراو يادرگالج بهولت تشاسر يتبابرو تمنجستات يلمات بروغرام بتماره يسوهيل بس اوتا كولنت انديهم بتمساساي هونيتا بادرقو قمقما ليبيا بمكاكلن يوم مسراق انا بسمين افريكا كفتن يرقت درجة ياسمزق بچ هاگر مهونوان استاوقوال بليلا بكول قادافي بغوصانا يزرق ففل يتليا يوز اران دنت بودنوچن مكوتا ترچلو نبر أنباغن نوماري لليبيا حزب تأنكر ريالة يدحن النت مسارات بيغنبا باس تدادرو بكل بتاليين بسلت آن بكل يسابا عوي مبتت أسات مكاساتو هالكارم ودا سلت آني متابتن أسرا سبات تنيامت كبرا بقال كماك برو بفيت ينداجواغا بماش قول قولو مكنيات يهاجاريتو غبي بمك أنسو ترى يليبيا ويان بيتسابوش لمنور عداغا جونو باتجوال بزيهم የጋዳፊ መንግስት ከፍተኛ ተቃውሞ አጋጠመው የሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና የጋዳፊ ወታደሮች እንደተናገሩት በ1970ዎቹ ፖሊስና የደህንነት ኃይሎች እስራኤልን ሊቃወሙ ይችላሉ ብለው የፈሩትን ሁሉ አስረዋል ከታሰሩ በኋላ አንዳንዶቹ የት እንደገቡ አይታወቅም የአካዳሚ ጠበቆችን ተማሪዎች ጋዜጠኞች ኮሚኒስቶች የሙስሊም ወንድማማችና ليلوچم يابيو توت الاتوچ تبلو تفرجوال يسلت انشكو چاتن سرافا يغادا في سرات بمهابراوينا ايكونومياوي ات ابك انيوست غبا باسرازت انساماريوچو بليبيا ويتا دراوي تقات يمفنق لمنجست مكراوچ ايادگو متو كهاجر وچينا هاجر است بالو تقواميوچ يتقواقوام اندو بودن جنبوت 1984 مؤمر قادافي ينور بتي نبرون سفر لماتقات
የተደረገው አስገራሚ ሙከራ ከሽፏል። በ1985 የጸደይ ወራት ጋዳፊን ለመግደል የተደረጉ ሁለት የተለያዩ ሙከራዎች ሲደረጉ 75 የሚደርሱ ወታደሮች ተገድለዋል። በዚህ ወቅት ተቃዋሚዎችን ዝም ለማሰኘት በ1980 የመጀመሪያዎቹ ግማሽ ዓመታት የአየር ኃይሎች ጋዳፊ ላይ የሽብርተኝነት ክስ መመስረቱን ይፋ አደረጉ። በዚህም በለንደን፣ ሮም፣ አቴንስ ያሉ የጋዳፊ ተቃዋሚዎች መገደላቸውም ተዘገበ። በተመሳሳይ ሁኔታ በግብጽም ጥቃቶች ተመዝግበዋል። አለመግባባት እየጨመረ መጣ። ጋዳፊ ጎሳውንና ቤተሰቡን ወደ ምስጢራዊ ቦታ በማስቀመጥ ዘመዶቹን ወሳኝ በሆነ የስልጣን ቦታ ላይ በመሾም መረጃና ደህንነትን ለማስጠበቅ አብዮታዊ ኮሚቴዎች ከ4000 እስከ 5000 በሚደርሱ ወጣት ወታደሮች ከፍ አደረገ። በ1989 የፖለቲካ ታሳሪዎች ላይ ምህረት ቢደረግም የበለጠ ጭቆና ተፈጽሟል በማለት አምነስቲ ኢንተርናሽናልን መሰረት ያደረገው መረጃ በ1988 ሀገሪቷን መጎብኘታቸውን የገለጹት ምንጮች መንግስት በዘፈቀደ የጅምላ ስርዓት መሰወር፣ ማሰቃየትን፣ የሞት ቅጣትን ይፈጽማል ብለዋል። በጋዳፊ አገዛዝ የሶቪየትን ጦር ለመውጋት የሄዱት የሊቢያ ዜጎች ከአፍጋኒስታን ወደ ሊቢያ ከተመለሱ ዜጎች መካከል ጋዳፊ ከስልጣን እንደሚወርድ ተስፋ አድርገው ነበር ወደ ሀገራቸው የተመለሱት። ጋዳፊና ቤተሰቦቻቸው በጭቆና ውንጀላ እንዲሁም የሀገሪቱን ገቢ ወደ ግል አካውንታቸው አስገብተዋል በሚል ክስ ቀርቦባቸዋል። የጋማል አብድል ናስርን ሐሳብ የሚያራምዱት ጋዳፊ ለአረብ ሀገራት አንድነት አጥብቀው ይሟገቱም ነበር። በመስከረም 28 1970 ጋማል አብድል ናስር ከሞተ በኋላ ጋዳፊ የሁሉም እስላማዊ ሀገራት ህዝቦች ህብረት የሚለውን አስተሳሰብ ፓን እስላሚዝምን ይደግፍ ነበር። ጋዳፊ የአረብ ብሔርተኝነት የሪዮት ዓለም ካባ ለመውሰድ ሞክሯል። የሆነ ሆኖ ጋዳፊ ለታላቁ አረብ ያቀደው አንዳች እቅድ አልነበረም። በ1972 ሊቢያ፣ ሶሪያና ግብፅን የሚያካትት የአረብ ህብረት እንዲመሰርቱ ያቀረበው ሐሳብ ውድቅ ሆኗል። በ1974 ከቱኒዚያው ሀቢብ ቦጌባ ጋር በሁለቱ ሀገሮች ህብረት ላይ ስምምነት ተፈራርመዋል። ይህም ከወረቀት ባለፈ በተግባር ይሆን አልነበረም። በመጨረሻ በሁለቱ ሀገራት የነበረው ግንኙነት ወደ ጠንካራ ጠላትነት ተሸጋግሯል። የጋዳፊ ሊቢያ በ1973 በያዘችው አውዙ ስትሪፕ ምክንያት ከጎረቤት ሀገር ቻድ ጋር ኃይለኛ የግዛት ውዝግብ ውስጥም ገብታ ነበር። ከ1987ቱ የተኩስ አቁም ስምምነት በኋላ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አማካኝነት በሊቢያና ቻድ የነበረው አለመግባባት በ1994 ላይ በሰላም ተፈቷል። ጋዳፊ የፍልስጤም ነጻ አውጪ ድርጅትንም በመደገፍ ይታወቃል። ይህ ሁኔታ የግብፅና የሊቢያን ግንኙነት አሻክሮት ነበር። በ1979 ግብፅ ከእስራኤል ጋር የሰላም ስምምነት ስትከተል ጋዳፊም ከግብፅ ጋር የጠበቀ ግንኙነት ፈለገ። ሊቢያ ከሶቪየት ቀጥላ ሌላዋ የሱፐርሶኒክ ሚግ 25ን የተቀበለች ሀገር ናት። ነገር ግን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት የተራራቀ ነበር። ሙአመር ጋዳፊ በተቀረው አፍሪካ በአፓርታይድ ወቅት ጸረ መንግስት ኃይሎችን በመርዳት የሊቢያን ተጽዕኖ ከፍ ለማድረግ ፈልጎ ነበር። የአፍሪካን ብሔራዊ ኮንግረስም እንዲሁ ደግፏል። በ1979 የኢዲ አሚን ጦር ሽንፈት በተጋፈጠበት ወቅት ለአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ድጋፍ ከሰጡት የመጀመሪያ ሀገር አንዷ ሊቢያ ናት። በጋዳፊ አመራር ውርደትን ያስከተለው ስራ በምዕራብ አፍሪካ በተለይም በሴራሊዮንና ላይቤሪያ የአመፅ እንቅስቃሴዎችን ሲደግፍ ቆይተዋል። ጋዳፊ በ1970ዎቹና 80ዎቹ ውስጥ ለተለያዩ ድርጅቶች ድጋፍ ያደርግ ነበር። በጭካኔያቸው ከኢሰብአዊነት ተርታ የተመደቡ እጅግ አረመኔ ቡድኖች ሳይቀሩ በጋዳፊ ለመረዳት በቅተዋል። عشان كذا صوروني بهذه الصورة. أنا يعني مبادئ ما تغيرتش عنها. So when many people throughout the Western world in particular regarded you as a sponsor of terrorism,
is that no longer the case? طبعا الغرب يعتبر حركات التحرير حركات ارهاب عشان كذا بتهموني بنأيد الارهاب لاني انا بنأيد حركه التحرر. What about Al-Qaeda and Osama bin Laden?